مبسوط ان انا جزء من ده، ان اول حفله ترجع فيها ليبيا انا موجود فيها. كل 10 سنين ليها مزيكا وليها شكل جديد. انا شايف ان العشر سنين دول هم بتوعنا وبتوع الجيل الجديد من ناحيه المزيكا المستقله. انت مزيكتك الفتره الحاليه هي لازم تكون طالعه من الاوضه، لو مش طالعه من الاوضه بتحس ان هي مش مؤثره على الجيل بتاعي. ما انا بخاطب جيلي، يعني انا باخد كلمات من جيلي وبخترع مصطلحات جيلي يقولها. رتو منور بنغازي، قول لنا انطباعك عن مهرجان صيف بنغازي. لا يعني حاجة حلوة جدا، ما توقعتش ان الفيستيفال يكون بالشكل ده او بالتنظيم ده او بكم الناس المهولة دي، ما تخيلتش الموضوع ده. بس انا سمعت ان ده اول فيستيفال من حوالي عشرات السنين، يعني او يعني 15 سنة تقريبا ما كانش فيه اي حاجة لها علاقة بالحفلات. فمبسوط ان انا جزء من ده، ان اول حفلة ترجع فيها ليبيا انا موجود فيها. ومبسوط ان التنظيم وكل حاجه في الفيستيفال طلع بالشكل ده، والمكان جميل والناس كلها مبسوطه. لا يعني بجد فيستيفال خرافي وشكله جميل جدا. شفتك قبل الحفله حابب تشوف شكل المسرح وتشوف الجمهور ده حقيقي، وتتحرك وتشوف الدنيا من بعيد. حتى المطربين اللي كانوا بيغنوا قبلك، قول لنا ليه وده، هل ده بتعمله على طول؟ بص، هو بصراحه انا بعمل كده دايما، يعني لما بيبقى عندي حفله وفي حد شغال قبلي بحس ان انا محتاج اطلع ابص على الكراود، ايه الدنيا، الناس ايه الكلام، الناس دي عندها طاقه ولا ما عندهاش طاقه، ولا خلصت منهم مثلا مع الرابر اللي قبلي، او شكل الموضوع عامل ازاي، يعني فاهم قصدي. ببقى حابب بس اطلع ابص البصه كده، اللي هو برجع بحسبها انا بقى بيني وبين نفسي في اخر 5 دقايق دول انا ممكن اطلع ازاي، ممكن اعمل ايه يعني بالظبط. بتكلم الجمهور طول الوقت وانت على المسرح وتقول لهم انا بشوف في عينيكم وانا بكتسب الطاقه منكم بالظبط، فازاي قول لنا ده بيوصلك ازاي؟ مش عارف، بس انا بحس ان انا بعرف ابص لكل حد في الحفله مهما كان عدد الناس يعني كبير. بحس ان انا اللي مش عنده طاقه او مش بتنطط بشوفه، يعني لدرجه ان انا امبارح في الحفله كنت بنادي على ناس، اللي هو بقول له نادي اللي جنبك، فنادي عليه اقول له انا شايفك انت ما بتعملش حاجه اكني في الفصل مثلا وانا مدرس حاجه كده. مش عارف ده نابع من ايه، بس انا دايما بعمل كده برضو، بحس ان ده بيخلي فيه طاقه زياده اكتر. شايف انها انتشارها في الفتره الاخيره في الوطن العربي بشكل عام، وظهور نجوم، كم نجوم رهيب جدا بيحققوا ارقام قياسيه وبينجحوا كتير قوي، شايف ده ازاي مع الاجيال الجديده، وهل ده اثر على الموسيقى العاديه التقليديه اللي عندنا؟ والله هو اثر طبعا على المزيكا الحاليه طبعا، يعني وانا بحس ان هي كل شويه ليها، يعني كل 10 سنين ليها مزيكا وليها شكل جديد. يعني العشر سنين اللي قبل دول كان عبارة عن مثلا أغاني بوب كلها وحشتيني بقى حبيني ضميني، وكان آكل يعني الوقت ده الكلام ده، لو عملت أي حاجة بجد أو أي حاجة تانية برة ده ما كانش هيتسمع وقتها. أنا شايف إن العشر سنين دول هم بتوعنا وبتوع الجيل الجديد من ناحية المزيكا المستقلة اللي بتتعمل في الأوضة، يعني مش محتاج أوركسترا ومش محتاج ناس كتير قوي عشان تيجي تعمل معايا تراك، لما أنا ممكن أقعد أسجل لنفسي واكتب الاغنيه والحنها واقولها وانزلها بكره. حاسس ان هو ده دلوقتي، احنا في 10 سنين المزيكا بتاعتك لو مش معموله كده او الناس ما حسيتش ان المزيكا طالعه بالشكل ده مش هتتقدر قوي. يعني نقدر نقول ان ده فتح مجال لنجوم كتير قوي في السنين اللي جايه كمان؟ طبعا، لان الاول كان في حاجه متحكمه فيك زي انتاج او قله الانتاج الاثنين يعني، انما دلوقتي ما فيش حاجه متحكمه فيك، مش محتاج اي حاجه اصلا. انت في 30 حد بيسجل و30 حد بيعمل مزيكا في منطقه واحده، فاهم قصدي؟ فدلوقتي خلاص بقى في كونسبت ان انا واحد سمعني عارف ان انا جامد وانا مش معروف، فيقول لي تعالى اسجل لك اغنيه حتى لو انا ما عنديش مكان اسجل، وتنزل وتضرب ويبقى نجم من ولا حاجه. بشوف علاقه الرابر دايما علاقه كويسه، واصدقاء وزمايل ومفيش بينهم خلافات، دايما بيحبوا بعض، بيرحبوا ببعض، بيقدروا بعض جدا، ما بنشوفش ده طبعا في حاجات تانية كتير في الفن، شايف ده ازاي؟ والله مش عارف، بس بحس ان يعني ده نابع من ان احنا صراحة اكتر مع بعض. يعني انا ممكن اذكر اسمه في اغنيتي اقول انا جامد شبهه في الحته الفلانيه، او اقول له انت ما كنتش جامد في الحته الفلانيه، ومش هيعمل لي محضر يعني ولا هيعمل لي قضيه يعني. انما مثلا في عالم البوب وعالم الفنانين انا ما ينفعش اقول اسمك اصلا، فاهم حاجه؟ براند، لا احنا عندنا الموضوع مش كده، هو الموضوع نابع من عشوائيه شويه. ما انا عشان كده بقول لك المزيكا اللي بتطلع من الاوضه، انت مزيكتك الفتره الحاليه هي لازم تكون طالعه من الاوضه، لو مش طالعه من الاوضه بتحس ان هي مش مؤثره على الجيل بتاعي. ما انا بخاطب جيلي، هو جيلي حابب كده دلوقتي. بمناسبه جيلك، انت بتاخد الكلمات من جيلك ولا انت بتديله المصطلحات اللي هو
هو انتشر بعد كده؟ والله الاثنين، يعني انا باخد كلمات من جيلي وبخترع مصطلحات جيلي يقولها، يعني هي دي روشانة عامة. بس